بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، جمهوري هذا الميدان، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقات هذا اليوم الجميل، شوطنا العاشر، خصص له الجعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا في هذا الميدان. نسير مع فرحان في المركز الأول، أحمد بن عبيد بن سيف، أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، انتقل وياكم إلى المركز الثاني للطامل، محمد بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، بينما اللي في المركز الثالث بطاش حي بن سالم سعيد بن حلوكة، وين المركز الرابع، المركز الرابع شامان حمود بن سالم بن حمود العويسي، بينما اللي في المركز الخامس، اللي في المركز الخامس هناك مثير لمحمد عبد الله بن صبيح الفلاسي، وفي سادس المراكز عاد في العود يبغي دندن، يبغي يعزف على وتر الناموس، سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي مع عازف العود، بينما هناك المركز السابع واللسات اللي في المركز السابع، نعم في سابع المراكز هناك من الجانب الثاني يحجز الرقم عني، النقله على المركز الثامن، اللي في المركز الثامن يأتينا عالي لسيد محمد بن معتوق بن شامس العامري، بينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن ولا التاسع، المركز التاسع الجديد لعلي بن حميد رزي الشامزي، وفي المركز العاشر هناك مياس لفهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، هكذا كانت النتيجة أيها الحضور للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، وفرحا فرحان، فرحا فرحان بموقع الرئيسي، فرحا فرحان بجولته بأداء أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، أحد شباب، أحد قطرات العوير ما شاء الله، أحد البصمات اللامعة في هذه الرياضة، بينما اللي في المركز الثاني شاهين لسعيد بن راشد بن غدير الاجتبي، أيضا يقدم لنا شاهين ثالث على ثاني المراكز، ثالث المراكز شمان حمود بن سالم بن حمود العويسي ما شاء الله على ثالث المراكز، النقلة على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع أيها الأخوة هناك يأتينا بطاش خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، وفي المركز الخامس وصل شعار الرميثي على ظهر شكلان سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي ما شاء الله، بينما اللي في المركز السادس هناك لطام محمد بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي، سادس المراكز، النقل على المركز السابع، المركز السابع متوز مياس لفهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري، بالنقلة هناك على المركز الثامن ناصي لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، تاسع المراكز أيها الجمهور مروج على تاسع المراكز سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر هناك عالي لمحمد بن معتوق بن شامس العامري. ها هي النتيجة أيها الأخوة للعشرة المراكز، دعناها عليكم بالهوى تمام، وغير شاهين على الصدارة، غير شاهين على المركز الأول مسيطرا محافظا على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الموفق لسعيد بن راشد بن غدير الاشتبي، إنما فرحان على ثاني المراكز أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، هاي المراكز، انتقل وياكم المركز الثالث بطاش خليفة بن سالم سعيد بن حلوكة، وفي المركز الرابع مع الرميثي، يلا يا الرميثي يا شكلان سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، وصل شعار شامان، شامان حمود بن سالم بن حمود العويسي، النقلة هناك على المركز الخامس، سادس المراكز، اللي في المركز سادس شعار السبوسي من الجانب الثاني للطام محمد بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي، وفي المركز السابع هناك يتواجد معنا مثير سالم بن مانع الغويط ايضا السويدي. ها هي النتيجه ايها الاخوه الى ثمان المراكز
المتواجدة على قمة هذا الشوط المركز الثامن، المركز الثامن شعار لطام ولا مياس؟ هنا مياس عمل فهد بن فهيد بن علي المحمد الهاجري، ما شاء الله ما شاء الله، نسير إلى الصدارة، نذهب إلى الصدارة، نذهب إلى الصدارة يا فرحان. فرحان بتفرحنا ولا كيف؟ كيف يا فرحان أجواك ما شاء الله؟ أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي شاهين على ثاني المراكز، سعيد بن راشد بن هذير الاجتبي المركز الثالث، المركز الثالث هناك من الجانب الثاني للطام، محمد بن أحمد السبوسي المركز الرابع، وصل بطاش 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 السيد خليفة بن سالم بن حلوكة أيضا المتواجد مع بطاش. هكذا هي النتيجة، وصل بن مانع، وصل سالم بن مانع، وصل السبوسي، وصلت الأسامي اللي تعرف الموقع صح، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. غير لطام هناك من الجانب الثاني، محمد بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي مع اللحظات الأخيرة، هو سلام أقول سلام سلام لك يا السبوسي على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الموفق. ها هي لحظات وصول واقتراب لطام إلى خط النهاية، معنى الفوز والنوز تحاني لمحمد بن أحمد بن علي السبوسي المركز الثاني، سعيد بن راشد بن غضير ثالث مراكز، سالم بن مانع القوس المركز الرابع، للسيد مطار بن سعيد بن حلوه المركز الخامس، خليفه بن سالم بن علوقه. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، فعلا من الطام اداء ممتاز يشكر عليه. علينا والناموس محمد بن احمد بن علي بن سلطان سبوسي، 6 دقائق التوقيت الزمن 6 ثانيه 96 جزء الثانيه، تهانينا والناموس.